نحن الى جانب الجيش اللبناني، نحن الى جانب القوى الامنيه الرسميه. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين هذه النشرة. الهبة هيدي بدها تشكل للجيش نقلة نوعية كتير مهمة، وبدها بالفعل تخلي هذا الجيش قادر. توقيع الاتفاق السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني غدا في المملكة العربية السعودية. العمل الإعلامي عمل مهني دقيق، في مسؤولية اجتماعية وراه. افتراءات بعض وسائل الإعلام وأخبارها الكاذبة تضرب مصداقية الإعلام اللبناني وتغذي الفتن. ومعارك ضارية في كوباني، وطائرات التحالف تدمر قافلة لداعش كانت في طريقها إلى المدينة. التمديد للمجلس النيابي اقترب من التحقق، وعدده اكتملت تحديدا لموعد الجلسة بعد غد الأربعاء، تزامنا مع السياقات المتصلة بتأمين ميثاقية الجلسة لناحية الحضور والتصويت، في وقت تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحفي غدا في معرب. وفي اليوم نفسه أي الأربعاء تنعقد خلية الأزمة لمناقشة لائحة شروط خاطفي العسكريين، والتي تحمل في طياتها أكثر من فخ في ضوء ما نشرته جبهة النصرة وسلمته إلى الوسيط القطري. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الخميس المقبل ما سينتهي إليه اجتماع خلية الأزمة تمهيدا لاتخاذ القرارات في شأن هذه القضية. ووسط هذا كله يطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سلسلة مواقف من التطورات الراهنة في الليلة الأخيرة من عاشوراء، كما سيتحدث في إحياء مراسم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية غدا. أمنيا، وحدات الجيش تواصل ملاحقة المطلوبين في مناطق الشمال، فيما توجه قائد الجيش العماد جان قهوجي على رأس وفد عسكري إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة غدا في حفل توقيع الجانبين السعودي والفرنسي على اتفاقية الهبة المقدمة من المملكة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار في القصر الملكي في الرياض. إذن الاتفاق السعودي والفرنسي لتسليح الجيش اللبناني يوقع غدا في الرياض، ومن شأنه أن يشكل نقلة نوعية للجيش من أجل مكافحة الإرهاب وصد أي اعتداء على لبنان. وضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاق السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني، وسيشهد القصر الملكي في العاصمة السعودية الرياض نهار الثلاثاء توقيع العقد الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر به وأبلغه إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وفي المعلومات أن العقد سيوقعه عن الجانب السعودي وزير المال إبراهيم العساف، وعن الجانب الفرنسي رئيس شركة أوداس الفرنسية لتجارة الأسلحة الأميرال إدوارد جيو، والسفير الفرنسي في السعودية بريترام بيزاسنو. كما دعت السلطات السعودية قائد الجيش اللبناني جان قهوجي الذي توجه إلى الرياض لحضور التوقيع. فإذا نحن هون بدنا نرد على المشككين أنه كل هذا الكلام اللي صار بغير محله، هناك في إرادة واضحة من قبل جلالة الملك عبد الله والمملكة بصورة عامة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني لحماية لبنان، حماية الكيان اللبناني. المعطى المعطيات الموجودة انه خلال شهرين لازم نبلش نشوف نحن اذا بدك تقولي طلائع الاليات عم توصل الى لبنان، طالما الجيش حدد اولوياته، طالما الجانب الفرنسي هو وافق على أولويات الجيش وحاجاته، وطالما المملكة العربية السعودية من أول النهار هي كانت مستعدة لتوفير هذه الأموال. أنواع مختلفة ومتطورة من الأسلحة والعتاد ستصل إلى لبنان عقب توقيع الاتفاق وفق اللائحة التي وضعتها قيادة الجيش وسلمتها لفرنسا. ومن المتوقع أن يحصل الجيش على مروحيات مجهزة بقواعد صواريخ وأخرى لنقل الجنود، وزوارق بحرية ودبابات وناقلات جند ورادارات وأنظمة لمراقبة الحدود تؤهل الجيش اللبناني مكافحة الإرهاب وصد أي عدوان. الهبة هيدي بدها تشكل للجيش نقلة نوعية كتير مهمة،
وبعدها بالفعل تخلي هذا الجيش قادر ان كان من جهه برجع لك لحمايه الحدود ضد اسرائيل كمان ما ننسى عدونا، او كان الحمايه الداخل اللبناني، او بدها تزيد فعاليه الجيش من قدرتها على حمايه الحدود البريه بين لبنان وسوريا ومنع انتقال المسلحين على انواعهم بالاتجاهين. المملكة العربية السعودية وفرنسا البلدان اللذان كانا ولا يزالان الداعم الأول للبنان يؤكدان مرة جديدة على أهمية استقرار هذا البلد وعمل مؤسساته واحترامه للاستحقاقات الدستورية من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بلبنان والمنطقة. أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد شنبلاط في تغريدة عبر تويتر أن الرئيس سعد الحريري والرئيس السابق ميشيل سليمان لعبا دورا لتثبيت هبة المليارات الثلاث، معربا عن سعادته لأنه تم التشديد على أن الهبة للجيش اللبناني سيتم الانتهاء منها. واعتبر شنبلاط أن السلاح الفرنسي هو هدية قيمة، شاكرا الملك السعودي والرئيس الفرنسي. بعد الخبر الكاذب الذي نشرته صحيفة الأخبار عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومرافقه، توالت الانتقادات في الوسط الإعلامي عن تصرفات بعض الصحف والقنوات التي تؤثر سلبا على المصداقية بشكل عام. تقرير ربيع شنطف. على بعض الشاشات وفي بعض الإذاعات وبين سطور بعض الصحف قد تبث وتنشر أخبار كاذبة وملفقة، وهو أمر ينطبق على سبيل المثال على ما حصل مع مرافق وزير العدل أشرف ريفي الذي اتهمته صحيفة الأخبار بنقل أموال إلى خاطفي العسكريين، ومن ثم تبين زيف الخبر وباعتراف الصحيفة نفسها لاحقا. وانطلاقا من هنا يطرح النقاش مجددا عن الخيط الفاصل بين السبق الصحفي وتسجيل النقاط على الخصم وبين الموضوعية والمصداقية في نقل الأخبار. العمل الإعلامي عمل مهني دقيق، في مسؤولية اجتماعية وراه. أولا بده يتأكد من مصادره، بعدين بده يحسب ألف حساب قبل ما ينقل الخبر عشوائيا، بعدين ما بده يحرص على أنه ما يضخم، ما يكبر، ما يزيد من حجمه للخبر، ما يزيد من إذا بدك من تكرار. إذا كان خبر مؤذي للناس ما ضروري نحن نكرره، نعيده أول مرة وثاني مرة، قلناه مرة مرة، ما ضروري نحن حسب الأجندة السياسية تعيدنا نضخم أو نصغر، بس لمصلحة نحن، لأنه هذا بيناسب خطنا السياسي. نحكم صح على الخبر بموقعه وننتبه أنه لأنه هالخبر رايح للعام لعامة الناس، يعني ما بدنا نأذيهم مشاعرهم، ما بدنا نقتحم بيوتهم بأخبار كاذبة، بأخبار مؤذية، بأخبار مضرة. تجدر الإشارة إلى أن قانون المطبوعات اللبناني يلحظ فصلا عن العقوبات المترتبة على نشر الأخبار الخاطئة أو الكاذبة، من بينها ضرورة نشر رد المتضرر مع التصحيح أو التكذيب، كما يعاقب المسؤولون عن نشر أخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام بالحبس من 6 أشهر إلى 1.5 سنة ومضاعفة هذه العقوبة في حال تكرر الجرم، هذا فضلا عن فرض غرامات مالية على المؤسسة المخالفة. يواصل أهالي العسكريين المختطفين اعتصامهم في ساحة رياض الصلح وينتظرون ما ستقرره الحكومة بشأن المطالب، آملين الوصول إلى إيجابيات ملموسة. المشهد نفسه، الوجوه نفسها، والصور نفسها تتكرر يوميا في ساحة رياض الصلح. ساعات الانتظار تمر ثقيلة على أهالي العسكريين يترقبون رد الحكومة على المطالب التي تقدمت بها جبهة النصرة، ويرون أنها مرحلة مفصلية وجدية على صعيد حلحلة هذا الملف. ناطرين بعد نتأكد كمان إذا الدولة الإسلامية وصلت مطالبها لرئاسة الحكومة، وأكيد معولين على الدور الكبير تبع خلية الأزمة نهار الأربعاء، ومنتظر منهم يكون قرار حاسم لإحالته أمام مجلس الوزراء مشان ياخذوا قرار سريع بالموضوع، لأنه الوقت مثل ما ذكرنا سابقا مش لصالح حدا. لازم يوافقوا على طلباتهم، لأنه طلباتهم منا صعبة، يعني منا تعجيزية، وكمان حرام هو العساكر ما ذنبهم شيء، لازم يساعدون ويطلعون. إن شاء الله إحنا معولين عليهم هلا إنه هذا الموضوع ينهون إياه بأي ثمن، ولا شك هلا عندهم مطالب، شو بدنا نقول؟ حاولوا ياخذوا مطالبهم، بالنهاية قلنا لهم المرة الماضية وحنرجع نعيدها، في أثمان حتندفع، هلا كيف وبأي شكل ما بعرف. متأمل بيستاهلوا، بيستاهلوا إنه شوي هالتضحية بهالمطالب، أحد من هالمطالب هيدا، شو ما كان الثمن، شو ما كان الثمن، مفروض إنه يلاقوا حل من أحد هالبنود هيدي ليفاوضوا عليها. إني شو متوقعين من هالدولة؟ تحن على الشباب مش علينا، على أولادها. ناطرة
الفرج. لن يستبق أهالي العسكريين ما سيصدر عن خلية الأزمة يوم الأربعاء ومجلس الوزراء يوم الخميس، يعرفون أن الكرة باتت في ملعب الحكومة، وهم مدركون أن معالجة هذا الملف لا تخلو من التعقيدات، لكنهم يتطلعون فقط إلى موقف حاسم وإيجابي لا لبس فيه. أمنيا، أوقفت قوى الجيش في محلة براد البيصار في طرابلس المدعو أحمد خلف المطلوبة لإقدامه على إطلاق النار ورمي قنابل يدوية باتجاه مراكز الجيش، مما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح. كما أوقف الجيش في المحلة نفسها مواطنا لبنانيا مطلوبا بجرم إطلاق نار، وفي محلة البداوي 5 أشخاص من التبعية السورية لدخولهم الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن جميع المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية سيتم إقفالها اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بمناسبة ذكرى عاشوراء، حيث ستجوب مسيرة حاشدة شوارع الضاحية. ونبهت قوى الأمن المواطنين التقيد بتوجيهات وإرشادات رجال الأمن الداخلي تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. من جهتها أصدرت بلدية بعلبكة تعميما دعت فيه الرعايا السوريين إلى الالتزام بأماكن إقامتهم وعدم التجول ابتداء من مساء اليوم ولغاية مساء يوم غد الثلاثاء. تعرضت مدينة الهرمل ومحيطها لسقوط 4 صواريخ مصدرها السلسلة الشرقية، واقتصرت الأضرار على الماديات من دون وقوع إصابات في الأرواح. على الأثر، سيرت قوى الجيش دوريات في المناطق المستهدفة. كذلك باشر الخبير العسكري الكشف على مواقع سقوط الصواريخ وفق ما جاء في بيان صادر عن مديرية التوجيه. عشية الجلسة البرلمانية المقررة الأربعاء لمناقشة التمديد لمجلس النواب، ترأس رئيس المجلس نبيه بر اجتماع كتلة التحرير والتنمية، وجرى البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، وقد صدر بعد الاجتماع بيان مقتضب. بحثت الكتلة بالمواضيع الواردة على جدول الجلسة المقررة الأربعاء في 5 تشرين الثاني، واتخذت القرارات التي رأتها من مصلحة البلاد ومن مصلحة الشعب اللبناني. أكد رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل في حديث لراديو مونتي كارلو أن موقف الحزب واضح من جلسة التمديد لمجلس النواب، ومفاده بأن الأولوية والضرورة في الوقت الحاضر هي لانتخاب رئيس الجمهورية، وكل ما عدا ذلك هو تعطيل للمؤسسات ولمبدأ الشراكة الوطنية، لافتا إلى أن حزب الكتائب سيصوت ضده، لأن التصويت إلى جانبه يعطي سك براءة لكل من شاركوا بتعطيل الرئاسة. وتتابعونا بعد الفاصل. معارك عنيفة في بنغازي والجيش الوطني يتقدم ميدانيا. ومجلس الوزراء السعودي يدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. توقيع الاتفاق السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني غدا في المملكة العربية السعودية. افتراءات بعض وسائل الإعلام وأخبارها الكاذبة تضرب مصداقية الإعلام اللبناني وتغذي الفتن. قوى الأمن تغلق جميع المداخل المؤدية إلى الضاحية اعتبارا من منتصف الليل بمناسبة ذكرى عاشوراء. أهلا بكم من جديد. واصلت طائرات التحالف الدولي غاراتها على معاقل تنظيم داعش في كوباني، مستهدفة التعزيزات التي كانت في طريقها إلى المدينة، فيما المعارك على أشدها في الأحياء الداخلية لكوباني. وفي الداخل السوري، ارتكب النظام مجزرة في حي الوعر في حمص جراء قصفه بالصواريخ الثقيلة. اشتباكات عنيفة سجلت بين وحدات الدفاع الكردية والجيش الحر من جهة ومسلحي تنظيم داعش من جهة أخرى في مدينة عين العرب كوباني على الحدود السورية التركية. وقد شاركت قوات من البشمركة الكردية للمرة الأولى في هذه المعارك عن طريق الإسناد بالأسلحة الثقيلة.
وفيما تركزت المعارك في الناحية الغربية من المدينة، واصلت طائرات التحالف غاراتها على مواقع داعش في حيي الصناعة وكاني عربان في القسم الشرقي للمدينة، وتجمعات للتنظيم في قريتي مزرعة داوود ومنازي بريف المدينة. كما استهدف القصف الدولي أيضا عدة آليات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة القرة بالريف الغربي لمدينة منبج كانت في طريقها إلى عين العرب. انتقالا إلى الداخل السوري، حيث واصل النظام قصف غالبية المحافظات السورية بدءا بالعاصمة دمشق وريفها الذي استهدف بقذائف الهاون، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات، فيما قام الجيش الحر بتمشيط الأبنية على المتحلق الجنوبي بالعاصمة دمشق بالرشاشات الثقيلة. 11-11. وفي حمص شن النظام السوري أعنف قصف بالصواريخ الثقيلة على حي الوعر المحاصر فضلا عن استخدام الهاون والدبابات، ما أدى إلى تدمير العشرات من المنازل تدميرا كليا. إلى ذلك، سيطر تنظيم داعش على حقل للغاز في محافظة حمص، وهو ثاني حقل يقع في قبضتهم خلال أسبوع بعد معارك مع قوات الأسد. يواصل تنظيم داعش عملية إبادة عشيرة البونمر السنية العراقية، حيث أعدم على الأقل 36 شخصا جديدا من العشيرة في صحراء الأنبار. وفيما حملت عشيرة البونمر الحكومة العراقية مسؤولية المجازر بحق أبنائها نظرا لعدم استجابتها للنداءات بتزويدها بالسلاح لمواجهة المسلحين المتطرفين، أعلن مجلس عشائر مدينة الصدر في بغداد استعداده لتشكيل أفواج قتالية من العشائر لمساعدة عشيرة البونمر. إلى ذلك، تمكن مسلحون إيزيديون يتحصنون بجبل سنجار شمالي العراق من صد هجوم لتنظيم الدولة. سيطرت القوات الخاصة الليبية على مديرية أمن بنغازي شرق البلاد ومعسكر الصاعقة الرئيسي وطريق المطار بالكامل، بينما تدور اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين قرب ساحة التحرير في محيط ميناء بنغازي أدت إلى إصابة سفن تابعة للبحرية الليبية. يأتي ذلك فيما تشهد مدينة ككلة الواقعة جنوب غرب العاصمة طرابلس مواجهات بين الجيش ومسلحين ينتمون إلى جماعة فجر ليبيا، نجحت خلالها القوات الليبية بالتقدم باتجاه وسط المدينة. دان مجلس الوزراء السعودي أقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذا العمل الإجرامي هو بمثابة انتهاك لمشاعر المسلمين وسابقة خطيرة واستفزاز مباشر لجميع المسلمين في العالم. كما أعرب مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في القدس. وتطرق المجلس أيضا إلى مستجدات الأحداث في المنطقة، منوها بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا. صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بمدينة القدس المحتلة على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إرمات شلومو، وتضاف هذه الوحدات إلى المخطط الأصلي القاضي ببناء 1600 وحدة استيطانية في المستوطنة ذاتها، ويهدف هذا الإجراء بالطبع إلى تعزيز الاستيطان بالقدس المحتلة. وقع انفجار قوي قرب مجموعة من الجنود المصريين الذين يقومون بهدم منازل في شمال سيناء لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة. في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التعويضات التي ستصرف للسكان في شمال سيناء قد تصل إلى مليار جنيه، مشيدا بدور مشايخ وأهالي سيناء الداعم للقوات المسلحة في حربها ضد بؤر الإرهاب. وفي النشرة بعد الفاصل، جلسة علنية للمحكمة الدولية تمهيدا لمحاكمة الجديد وخياط. وغياب الفنانة القديرة مريم فخر الدين. أهلا بكم من جديد إلى المسائية. عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة علنية خصصت للنظر في تحديد موعد لبدء المحاكمة المرتقبة ضد شركة تلفزيون الجديد وكرم تحسين الخياط المتعلقة بتحقير المحكمة. قرر القاضي نيكولا لتييري الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان إجراء نقاش مع رئيس المحكمة وغرفة الدرجة الأولى قبل تحديد موعد لبدء المحاكمة المرتقبة ضد شركة تلفزيون جديد وكرمة تحسين الخياط المتعلقة بتحقير المحكمة.
قرار لتياري جاء بعد اقتراحه تاريخ 19 من آذار عام 2015 كموعد لبدء المحاكمة، حيث لم يتم الموافقة عليه من قبل صديق المحكمة للادعاء نظرا لارتباطاته الأخرى. وأشار القاضي إلى أنه من غير الممكن البدء في المحاكمة قبل نهاية العام لأن التواريخ غير واقعية على ضوء ما تقدم به الدفاع من ملاحظات. الجلسة العلنية التي عقدت لخصت مدى استعداد الفريقين للمحاكمة بالإضافة إلى التوقيت المتوقع بإجراءات المحاكمة، وتم النقاش في متطلبات المحاكمة والاستعدادات لها، ومنها عدد الجلسات المتوقعة وعدد الشهود. وقد توقع الطرفان أنهما يحتاجان إلى ما بين 15 إلى 20 ساعة من الجلسات. وكان فريق الدفاع قد أعلن أنه غير مستعد للبدء بالمحاكمة، خصوصا أنه بحاجة لمراجعة مزيد من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يدعو النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استقرار لبنان من دون رئيس للجمهورية داعيا النواب إلى اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للتمديد للمجلس النيابي. وخلال استقباله وفدا من مجلس نقابة محرري الصحافة، شدد دريان على أن الإسلام بعيد كل البعد عن الإرهاب لأنه دين اعتدال ومحبة وتسامح. أكد لنا أن لا فتنة طائفية أو مذهبية في لبنان، على الرغم من كل التحديات، وكشف لنا سماحته عن عقد مؤتمر مسيحي إسلامي في الأزهر الشريف أوائل كانون الأول، عنوانه العلاقات المسيحية الإسلامية، ليس في لبنان والشرق بل في كل العالم. المفتي دريان التقى أيضا وفدا من جمعية المقاصد برئاسة رئيسها أمين الدعوق الذي نقل عن سماحته حرصه الشديد على التربية والتعليم على الاعتدال. أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور نتائج تصنيف المستشفيات وفق نظام المعايير الجديد، مشيرا إلى أن 6 مستشفيات خاصة كانت مصنفة فئة أولى تراجعت إلى الفئة الثانية، و3 مستشفيات كانت فئة أولى تراجعت إلى الفئة الثالثة. أبو فعور وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة قال إن الإجراءات التي اتخذها ليست انتقائية ولا انتقامية. الأمران الوحيدان غير القابلان للنقاش هن قياس نسبة رضا المريض والتجاوز في الفواتير. هذا أمر لا يمكن أن نقبل نقاشا فيه، يعني إساءة معاملة مريض، إساءة الاهتمام فيه، اللي بيدخل عم يدفع على حسابه الشخصي بنحمله على الراحات، والمريض الفقير اللي فايت حساب وزارة الصحة بنهينه وما بنهتم فيه وبنعامله معاملة استثنائية. هذا أمر، أو ما بندخله على المستشفى غير ما يجينا تليفون من وزارة الصحة ومن مكتب الوزير تحديدا بنخاف ينلغى العقد، هذا أمر لا يمكن التسامح معه على الإطلاق. مش منطقي أبدا أنه في مستشفى يطلع فرق الفواتير فيه 48.51%، 48.51%، مش تدقيق عشوائي، يعني نص موازنته حشيها بمستشفيات بملفات وهمية. نفذ طلاب جامعة القديس يوسف اعتصاما احتجاجا على إلغاء الانتخابات الطلابية لهذا العام. رغم الصبغة السياسية التي تتخذها معظم الانتخابات الجامعية، يبقى تحصيل أكبر عدد من المطالب من الإدارة هدفها الأول. تحديات كثيرة تواجهها الحركة الطلابية بعد تمدد الفراغ من المؤسسات الرسمية إلى داخل المؤسسات الجامعية. الجامعة اليسوعية قررت إلغاء الانتخابات الطلابية لهذا العام إذا اعتبر المجلس أن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد غير مؤاتية لتنظيم هذه الانتخابات. واحتجاجا على هذا القرار، اعتصم طلاب القوات اللبنانية ومختلف الأحزاب المتمثلة داخل الجامعة. نحن اليوم كلنا منطالب بإرجاع الانتخابات عايد الجامعة لنوصل صوتنا المزبوط، ونضل مثل ما عودتنا عايد الجامعة نكون طلاب نقول رأينا على العالية بلا ما نخاف من شيء. إن هذا القرار يعتبر تعد صارخ على الديمقراطية وعلى حقوقنا كطلاب في المشاركة السياسية والتعبير. المتضرر أكثر هو التلاميذ بالجامعة، الحياة الطلابية هي اللي تضررت، التلاميذ يعني اللي كانت هالأميكال اللي عم تنتخب من قبلهم هي اللي عم تحقق لهم إذا بدك الحياة الطلابية من كافة أنواعها. مجلس الطلاب اللي بمثلنا قلنا بالإدارة ما قالهم حق يمنعونا منه، لأنه نحن حريتنا وديمقراطيتنا هاي بالجامعة، هاي بتمثلنا بالجامعة. لعل أهم ما تعكسه هذه الانتخابات هو تشكيل مكان للتفاعل الفكري بين القوى المتمثلة، لكن هذه الفرصة لن تكون سانحة في ضوء قرار مجلس الجامعة.
فتحت متوسطة تعلباي الرسمية أبوابها بعد أكثر من شهر من بدء العام الدراسي بعد حل إشكال حال دون انطلاق العام الدراسي فيها. أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد وأبواب متوسطة تعلبية الرسمية لا تزال موصدة. تعيين المدير الجديد إلياس عون عليها وهو من خارج بلدية تعلبية لم يرق لأبنائها الذين اعتبروا في هذا الإجراء نوعا من المحسوبية والوساطة بدلا من تعيين مدير كفوء من داخل البلدة. وبنتيجة الضرر الذي لم يصب إلا الطلاب تدعى مجلس البلدية والفاعليات إلى الاجتماع وتقرير فتح أبواب المدرسة بعد المساعي التي أجراها الرئيس فؤاد السنيورة وتيار المستقبل واعدين بحل المشكلة. المشكلة اللي كانت بهالتكميلية والهواجس اللي كانت عند أهل الضيعة وفعاليات الضيعة وأهالي الطلاب حطوها بكل أمانة بعهد الطيار المستقبل، بعهد قيادة الطيار المستقبل والرئيس سنيورة لحل يرضي الجميع. بذلك أزيلت عقبات عودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية بعد أن أزالت البلدية الساتر الترابي ليكون الثلاثاء أول يوم دراسي هذا العام. دخلت الشاحنات اللبنانية المحملة بالبطاطا إلى الأردن بعد مساعي وزارة الزراعة اللبنانية مع نظيرتها الأردنية. تقرير محاسن مرسل حلبي. وأخيرا دخلت الشاحنات اللبنانية المحملة بالبطاطا إلى الأردن بعد انتظار استمر حوالي الأسبوعين. صار يتراكم كل يوم، يروح على الشاحن يعطوا مثلا يعطوا ترخيص لثمان سيارات، كل يوم يزيد 10 15 سيارة، تجمعوا صاروا 100 حوالي 120 سيارة. وزير الزراعة أكرم شهيب يعزو تأخر دخول الشاحنات إلى الأردن لأسباب أمنية بحتة. ما لها علاقة بالزراعة، لها علاقة بالأمن، هن عم بيأخروا نتيجة الأوضاع بالمنطقة، بالتالي ما فيك تلوميهم، حقهم إنه يدققوا على حدود. هي صار لها 12 يوم هونيك، التاجر والنائل بيعتبر حلو بالسيف سايد بال 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 بالوسعة يعني بالقدرة على دخول، لأنه بتأخروا على الحدود بالتالي قالوا لهم ممنوع الدخول. فدخلنا باتصال مع وزارة الزراعة الأردنية ومشكورين سهلوا لنا دخول ودخلوا اليوم. يشار إلى أن الرزنامة الزراعية بين لبنان والأردن في موضوع تصدير البطاطا انتهت في 31 من تشرين الأول. 4000 بقرة تدخل لبنان بعد انتظار بخرتها 3 أشهر في البحر جراء الشكوك بشأن إصابتها بمرض الحمى القلاعية. التقرير معتصم حميدو. كان من المقرر أن يدخل 4000 رأس بقر لبنان عبر مرفأ بيروت، إلا أن شكوكا إعلامية حامت حول إصابة هذه الحيوانات الآتية من البرازيل بمرض الحمى القلاعية، ولا سيما بعد رفض الدولة المصرية دخولها أراضيها. فما صحة هذه الأخبار التي استدعت من وزارة الزراعة التحرك من أجل الكشف على شحنة الماشية التي قبعت في المياه الإقليمية لمدة 3 أشهر؟ يعني هذه السفينة أو هذه الباخرة دخلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية، خليناها برا البور، بعتنا عليها مجموعة من الأطباء البيطريين من الوزارة، مجموعة من الجامعة اللبنانية أطباء بيطريين، ومن نقابة الأطباء البيطريين من 3 مصادر مختلفة، أخذوا عينات، فحص العينات، نتيجتها كانت أخذناها اليوم، هي خالية من كل الأمراض. التحاليل التي أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والتي تظهر وثيقتها خلو الأبقار من الأمراض تطابقت مع نتائج تحاليل منظمة الصحة الحيوانية العالمية. يقول الشيب الذي تتهم السفينة به يعني الحمى القلاعية هي بتصيب بالأبقار، بالتالي بتصيب الثروة الحيوانية بلبنان ولا تؤثر على الإنسان. هيدي إذا كانت علما أنه هي بالفحوصات لأنه جاي من بلد نظيف من هذه الأمراض البرازيل. ويشير الشهيب إلى أن السفينة ترست في مرفأ بيروت لتزويد الأبقار بالغذاء بالتزامن مع إجراء المعاملات الإدارية قبل دخولها الأراضي اللبنانية. بالعودة إلى الأخبار السياسية، كتلة المستقبل النيابية أشارت بعد اجتماعها الأسبوعي إلى أن الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن التعطيل المقصود حتى مع عملية اللجوء إلى التمديد لمجلس النواب. أملت كتلة المستقبل النيابية بأن تكون ذكرى عاشوراء منطلقا لترسيخ وحدة الصف الإسلامي واللبناني والعربي قطعا للطريق على الفتنة. الكتلة استنكرت خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة المظاهر الحزبية المسلحة في بعض أحياء العاصمة بيروت وضواحيها. عبرت الكتلة عن استغرابها واستهجانها لتفشي بعض المظاهر الحزبية المسلحة
في بعض أحياء العاصمة والضواحي بحجة الإجراءات الأمنية المرافقة لإحياء ذكرى عاشوراء، بما يزيد من حدة الاحتقان ويؤشر إلى الإمعان في تهميش دور الدولة وقواها العسكرية والأمنية، علما أن الإجراءات الأمنية يجب أن تكون فقط وحصرا من اختصاص القوى العسكرية والأمنية الرسمية. الكتلة ثمنت الموقف الوطني والمتعالي على الجراح لمدينة طرابلس وأهلها ومنطقة الشمال عموما. فقد أثبتت مدينة طرابلس مرة جديدة أنها مدينة الاعتدال والوسطية ومدينة احترام سلطة القانون والنظام، كما وأثبتت المدينة أنها لم تكن يوما ولن تكون إلا بيئة حاضنة لفكرة الدولة ومؤسساتها وللجيش والقوى الأمنية الرسمية الشرعية والاعتدال والدولة العادلة مع الجميع. تنوه الكتلة بقرار الحكومة تخصيص مبلغ 30 مليار ليرة لإنفاقها على ترميم وإغاثة المدينة وأهلها، كما تشيد بمبادرة الرئيس سعد الحريري التبرع ب20 مليون دولار من أجل الإسهام بإعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة في محافظتي الشمال وعكار. كتلة المستقبل أشارت إلى أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن التعطيل المقصود حتى مع عملية اللجوء إلى التمديد لمجلس النواب. ترى الكتلة ضرورة المشاركة والاقتراع في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب يوم الأربعاء للتمديد لمجلس النواب مسألة أساسية وضرورية لقطع الطريق على احتمالات الوقوع في هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من أخطار على الدولة وعلى النظام السياسي وتداعيات كل ذلك على الأوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا. الكتلة استنكرت الاستفزازات والاعتداءات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى. عقدت منسقية تدريب في تيار المستقبل لقاء موسعا أكد على ضرورة التمسك بالجيش اللبناني وبحمايته. تحت شعار درءاً للفتنة ودعماً للمؤسسات الشرعية، نظمت منسقية الدريف في تيار المستقبل لقاءً موسعاً شارك فيه فاعليات المنطقة ووجهاؤها وعدد من الشخصيات السياسية والدينية، حيث شدد المشاركون على ضرورة التمسك بمبادئ الدولة والعيش المشترك وحماية الجيش. باسم أهل عكار والشمال، أن كل دعوة للانشقاق على الجيش هي دعوة مشبوهة ومدانة ومرفوضة. نلتقي في ظروف استثنائية تستدعي لقاءات استثنائية، إدراكا منا لخطورة المرحلة التي نمر بها. أيها الحق الكريم، لا لرأس الفتنة ولا حتى لفكرها مكان في لبنان، لا للبيئة الحاضنة للتطرف في عكار. كما أكد المجتمعون على القيام بمسار استباقي يواكب عمليات الجيش اللبناني ضد الإرهاب. خسرت الشاشة العربية والمصرية وجها من أجمل وجوهها بعد وفاة الفنانة مريم فخر الدين إثر صراع مع المرض. عشان وانت طاير بين السماء والأرض تحس انك مش لوحدك. رحلت الممثلة المصرية مريم فخر الدين صاحبة أجمل وجه بحسب مجلة إيماج الفرنسية، وجه ناعم من الزمن الجميل غاب عن الشاشة المصرية والعربية عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض. ولدت مريم فخر الدين في الفيوم عام 1933 من أب مصري وأم مجرية، وحصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية. أدوار عديدة لعبتها حسناء الشاشة بعد فوزها في إحدى مسابقات ملكات الجمال في أفلام طابعها رومانسي كرد قلبي وحكاية حب وشباب اليوم والأيدي الناعمة. قدمت فخر الدين حوالي 240 فيلما على مدار مشوارها الفني.
زيجات مرت بها صاحبة أجمل وجه. الأولى كانت عام 1952 من المخرج محمود ذو الفقار، ثم انفصلت عنه عام 1960، وبعدها بثلاثة أشهر فقط تزوجت من محمد الطويل ودام زواجهما 4 سنوات، ثم تزوجت من المطرب السوري فهد بلان، وبعدها تزوجت من شريف الفضالي ثم وقع الطلاق. تدهورت حالة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين في السنوات الأخيرة، ومؤخرا تعرضت لنزيف حاد بالفم نقلت على أثره لمستشفى السلام الدولي بالمعادي حتى وافتها المنية. الله يرحمها. الآن صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. مصور، من المتوقع من بكرة الظهر طقس مستقر يسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. من صورة سامر ومن أطلال بيوت قديمة من روح الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها. ومنبلش جولتنا بتونس 26 درجة، رباط 20، الجزائر 29، القاهرة 25 درجة، بغداد 21، دمشق 10، القدس 21، عمان 18، والختام بيكون مع الكويت 31 درجة، الدوحة 32، أما رياض بتوصل حرارة فيها ل 36 درجة. هلا بنرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين ال 15 و 22 درجة، بالجبل 13، أما بالداخل بتوصل أقصاها ل 18 درجة. هلا منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش جولتنا بعكار 14 درجة، طرابلس 16، القرص 7، الكورة 17. منكفي على الهرمل 16 درجة، القاع 15، بعلبك 16، الرياء 14 درجة. نوصل على جبيل 21 درجة، فريا 11، جونية وبعبدة 21، بيروت كمان 21 درجة وعنا أمطار بفترة الصبح. زحلة 15، شطورة 13، عنجر 14، مشغرة 21 درجة. منكفي عجزين 20، رشية 22، مرج عيون وبنت جبيل 21، والختام بيكون مع صيدا صور وقانا 22 درجة. مثل ما ذكرت بكرة طقسنا ببلش صبح ماطر، على الظهر بيصير غائم لتوصل حرارة أقصاها لل 21 درجة بالنسبة للأربعة 22، أما الخميس بترتفع درجتين لتوصل أقصاها لل 24 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الخمسة والسبع درجات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. في دي ان اي بعد هذه النشرة، يتناول نديم قطيش مفهوم رئيس مجلس النواب نبي بري للميثاقية، أما الآن فهذا تذكير بالعناوين. الهبة هيدي بدها تشكل لجيش نقل نوعية كتير مهمة، وبدها بالفعل تخلي هذا الجيش قادر. توقيع الاتفاق السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني غدا في المملكة العربية السعودية. العمل الإعلامي عمل مهني دقيق، في مسؤولية اجتماعية وراه. افتراءات بعض وسائل الإعلام وأخبارها الكاذبة تضرب مصداقية الإعلام اللبناني وتغذي الفتن. معارك ضارية في كوباني، وطائرة التحالف تدمر قافلة لداعش كانت في طريقها إلى المدينة. إلى هنا تنتهي النشرة، من هنادي ومني ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. مساء الخير. الأربعاء الجاي رح ينعقد مجلس النواب اللبناني بجلسة أساسية هدفها التمديد للمجلس النيابي. ولادة التمديد سبقها حبل كثير صعب، حبل دقيق ومكركب. أكثر حدا مرق بتقلبات وخضات هالحبل هو الرئيس نبيه بري. أصلا كيف بلشت القصة؟
شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه التمديد لمجلس النواب طالبا من وزارة الداخلية الأعداد للانتخابات. ولعل أبرز ما طبع اللقاء هو تجديد بري رفض التمديد للمجلس النيابي، مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الداخلية الأعداد للانتخابات النيابية. حكينا عن موضوع التمديد وأنه الرئيس بري بعده مصر أنه ضد التمديد. رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر موقفه الرافض تمديد ولاية المجلس. ولا وارد التمديد، ولا وارد، لا من قريب ولا من بعيد. رفض التمديد، جدد رفضه للتمديد، أكد على رفضه للتمديد، شدد على رفضه للتمديد. كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء إلى أن التمديد ماشي. هذا ما قاله الرئيس نبيه بري أمام زواره، مؤكدا أن العمل جار على إنهاء الصيغة، فيما الأقرب هو تمديد ولاية المجلس لسنتين وسبعة أشهر. بليلة ما فيها ضوء قمر، فقنا لقينا التمديد ماشي، شو بنعمل؟ حقنا ولا ما بده التمديد ولا وردة؟ لا، ومش تمديد عادي، سنتين وسبعة أشهر، يعني استكمال ولاية المجلس المنتخب سنة 2009، بعد له من الأربع سنين بقيله سنتين وسبعة أشهر، يعني ضبينا رئاسة المجلس سنتين وسبعة أشهر بالجيبة، بلا انتخابات، بلا وجعة راس، بلا انتخبوا ما تنتخبوا. مش انه تعون مدد ست شهور لنشوف كيف شو بيصير معنا، لنشوف اذا نقدر نمرق قانون انتخاب، يعني تمديد صغير كتكوت يخلي ملف الانتخابات على النار. ابدا ابدا، سنتين وسبع شهور استكمال كل الولاية، ولاية كاملة وبطيخ يسر بعضه. واكتر من هيك، بعلمك ضد التمديد، شدد واكد وكل هو القصص، بعلمك صرنا رأس حربة بالتمديد وعم ننظر له، عم نحط له شروطه وكيف بدنا نعمل أحسن تمديد بالعالم. الأسبوع المقبل سيكون أسبوع التمديد لمجلس النواب، بعدما نضجت طبخة جلسة الأربعاء المقبل، وبعدما نجح الطاهر الرئيس نبيه بري في تأمين مقاديرها الميثاقية. مصادر رئيس بري تؤكد للمنار حرصه على عنوان الميثاقية، وهذا ما لم يفرط به خلال السنوات الماضية، وبقضية التمديد للمجلس لا يمكن له تخطي هذه المسألة. شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة توفير عامل الميثاقية في جلسة التمديد للمجلس الأربعاء. أكد رئيس مجلس النواب أمام زواره حرصه الشديد على تحقيق الميثاقية وتوفيرها في التمديد لمجلس النواب، وأنه سيلتزم هذا المبدأ ولن يحيد عن تطبيقه. وأفاد أنه وضع عون وعدوان في هذا الجو مع إبراز عدم التهاون بالميثاقية وحضور المكون المسيحي فضلا عن باقي المكونات. كلنا يعني كلنا، كلنا يعني كلنا. الحقيقة بهيدي معه حق، نحن آخر شيء ببلد تعددي لازم الناس كلها تكون جزء من هالقرار الكبير اللي هو التمديد لمجلس النواب. بعدين بلا شغل الزعبرة والمزايدات، الكل مستفيد من التمديد، كل القوى السياسية بتعرف اليوم انه الانتخابات لألف سبب وسبب غير ممكنة، لا متفقين على قانون، لا الوضع الأمني بيسمح، وإذا انتخبنا برلمان الأرجح انه المسيحيين ما ينتخبوا رئيس مجلس مقابل عدم انتخاب رئيس جمهورية، يعني في احتمال كبير لفوت كبيرة بالحيط. وبالتالي كل القوى السياسية بتعرف انه التمديد هو الكارثة الأقل كلفة، هو كارثة بس أقل كلفة من الكوارث التانية اللي معقول تكون بديل عنه. ولأن هيك ميثاقيا الكل لازم يشارك بجريمة التمديد. آخر النهار ما بيقدر الرئيس بري، ما بيقدر انه يغيب مكون أساسي عن الجلسة ويعتبرها ميثاقية، ما بيقدر. بل أكثر من هيك، بسبب أهمية موضوع التمديد طرح الرئيس بري نظرية تطوير الميثاقية. شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة توفير عامل الميثاقية في جلسة التمديد للمجلس الأربعاء، وذكرت النهار نقلا عن زواره أن بري لفت إلى أن الميثاقية لا تتجسد في حضور الجلسة فحسب، لأن النصاب مؤمن، وإنما في المشاركة في القرار، وبالتالي فإن ميثاقية الجلسة تتوقف على مشاركة المسيحيين في التصويت على التمديد. وأكد بري أنه في حال عدم حضور هؤلاء فلن تنعقد جلسة، وإذا
إذا لم يتوافر هذا العصب المسيحي في الجلسة ويكتفي بالحضور ولا يصوت ستكون الجلسة عندئذ مهددة، مؤكدا أنه ليس المقصود بهذا العصب أن يصوت بأجمعه، لكن على الأقل القوى الأكثر تمثيلا. الرئيس بري بحسب المصادر لن يكتفي بميثاقية الحضور، فخريطة التصويت مع أو ضد اقتراح القانون لها وزنها، إذ لا يمكن له أن يقبل بقانون تمديد يعارضه أكثر من 50 نائبا مسيحيا. ما بيكفي ينزلوا على الجلسة المسيحيين، لازم ينزلوا ويصوتوا مع التمديد ليكون التمديد ميثاقي. الرئيس بري ما بيلعب بقصة الميثاقية أبدا أبدا. لازم العصب المسيحي والقوى الأكثر تمثيلا هي اللي تصوت مع التمديد من شان يكون التمديد ميثاقي. ما في لعب، العصب المسيحي والقوى الأكثر تمثيلا، يعني المسيح الأصلي مش المسيح التايواني. عبقلكن ها اللي عم بيقوله الرئيس بري خطير. عم يقول في مسيحيين باب أول هن القوات والكتائب والتيار الوطني الحر، وفي مسيحيين باب تاني تايواني هن المستقلين، هن المسيحيين اللي بالكتل الأخرى غير المسيحية، في كتلة النائب وليد جنبلاط، في كتلة الرئيس بري، في كتلة المستقبل، وطبعا تشناك، وطبعا الوزير الفرنجية. كل هول ما بيعبوا عين الميثاقية عند الرئيس بري. لازم برجع بقول العصب المسيحي والقوى الأكثر تمثيلا. إذا هول ما صوتوا مع التمديد، إذا هول اعترضوا على التمديد بصرف النظر من صوت غيرهم، بيفقد التمديد والتصويت ميثاقيته. والرئيس بري أبدا 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 ما بيلعب بهالموضوع، مش واردي. إن كتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الرئيس نبيه بري سمت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة. اجتمعت كتلة نواب المستقبل النيابية إلى فخامة الرئيس، ولقد أكدنا على ترشيحنا للرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة باعتباره الأول في تمثيل بيئته ومحيطه وأهله وطائفته. هيدي من الاستشارات المنزبة لتسمية الرئيس الحكومة بعد إقالة حكومة الرئيس الحريري. بوقتها صوت الرئيس بري ضد العصب السني وضد القوى الأكثر تمثيلا بحسب اللغة اللي عم يستعملها اليوم. يعني بمعيار الرئيس بري اليوم السني الأصلي بوقتها هو سعد الحريري وكل النواب السنة يلي تحت عبيته ب14 أدار. السنة التايواني يلي التقليد هن 5 نواب خارج عباية سعد الحريري. هيدا بمعيار الرئيس بري اليوم. طيب شو اللي صار؟ بوقتا انفرض الرئيس ميقاتي على مين؟ على العصب السني وعلى القوى الأكثر تمثيلا اللي صوتوا لا. ما هو قالوا لا لنجيب ميقاتي، مثل ما اليوم متوقع أنه جزء من المسيحيين يقول لا للتمديد. ليه بوقتها كان كل شيء ميثاقي ودهباية بصرف النظر صوتوا جماعة الحريري مع أو ضد؟ ما فيه شو ولا غبرة على الميثاقية تبع هداك الموقف. واليوم إذا المسيحيين ما صوتوا مع الرئيس بري مثل ما هو بريد، بيفقد التصويت ميثاقيته. ليه؟ شو المعيار؟ لأن ببساطة شديدة الميثاقية صايرة مثل دينة الجرة، وين ما بده الفخورة بركب دينة الجرة. يعني هيك بصير بصفية ميثاقية على كارت على الطلب. على الطلب كأن في حدا قال هيك قبله. وزير الخارجية جبران باسيل أعلن في حديث لصحيفة السفير أن معارضة التمديد ليس قفزا في المجهول والفراغ الشامل، وأن ما تعني ضرورة إجراء الانتخابات النيابية. باسيل رأى أنه إذا كان الوقت قد داهمنا فمن الممكن التمديد التقني للمهل الانتخابية، رافضا أن تكون الميثاقية على الطلب. جبران باسيل يعني القوى المسيحية اللي الرئيس بري عتلين همها ومتمسك بالدفاع عن ميثاقية حضورها وميثاقية تصويتها، هي مش حاسة انه مشاركتها الميثاقية مهددة او منقوصة؟ هي مش حاسة والرئيس بري حاس عنها. يعني عشوائي الرئيس بري كاثوليكي اكتر من البابا. بس كمان
لكن يمكن كمان موقف الوزير باسيل نابع من النكيات، ومعروف انه علاقته بالرئيس بري مش كثير فظيعه، وبالتالي ما بيكفي موقف باسيل لنقول انه المسيحيين مش حاسين بنقص ميثاقي بقصة التمديد، مش كافي. ردا على سؤال حول ميثاقية جلسة التمديد لمجلس النواب، قال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي في حديث صحفي إن الميثاقية تفرض مشاركة كل المكونات، وأنا كمسيحي سأشارك، وهنالك عدد من النواب المسيحيين بات معروفا أنهم سيشاركون، ما يمنح الميثاقية المطلوبة. والوزير فرنجي كمان مش حاسس بأي نقص ميثاقي؟ ما فهمت، انه اعتبر انه اذا حضروا المسيحيين يعني الجلسة ميثاقية بصرف النظر كيف راح يصوتوا مع او ضد، وهيدا المزبوط، بس انا كنت افكر المسيحيين هن اللي مانجرى معهم من قصة الميثاقية، علما بانه الوزير فرنجي راح يصوت مع التمديد مثل ما اعلن. طيب راح يصوت مع التمديد بس الوزير فرنجي ما بكفي، تشناك رح يصوتوا مع التمديد بس ما بكفوا، النواب المستقلين في جزء منهم رح يصوت مع التمديد ما بكفوا، النواب المسيحيين اللي بكتل غير مسيحية رح يصوتوا على التمديد بس كمان ما بكفوا، كل هول مش مسيحيين كفاية بنظر الرئيس بري. يعني رجعنا على الأرثوذكسي، عمليا رجع فوتك بالمزاج الأرثوذكسي، مسيحي باب أول مسيحي باب تاني، شيعي باب أول شيعي باب تاني، سني باب أول سني باب تاني، علما بأنه المسيحيين لا اللي مع التمديد ولا اللي ضد التمديد ولا حدا منهم طرح مسألة الميثاقية، ولا حدا طرحها الرئيس بري. وهذا الكلام خطير، كلام كتير كبير، لأنه رجعنا فتنا بمحل تاني ما له أي علاقة بالميثاق اللبناني، اي علاقه. الجلسه اذا حضروها اسلام ومسيحيه خلاص ميثاقيه بصرف النظر كيف راح يصوتوا، وصارت جبتوا رئيس حكومه وكل السنه مصوتين ضده، مش الحال. اكيد اذا صوتوا القوات والكتائب على التمديد بهالظرف شغله عظيمه، بس الاكيد انه اذا حضروا وما صوتوا بتبقى الجلسة نسائية وحبة مسك، وإذا جزء منهم كمان ما حضر، يعني إذا حضر نصهم تنفطريه كمان نسائية وحبتين مسك، ما بصير شيء. مثل إذا ربع الإسلام حضروا أو ما حضروا. وإلا إذا هيك خلونا نفتح ورشة كل قرار وكل مرسوم طلع عن حكومة الرئيس مئاتي، إذا بيحب الرئيس بري هيك هيك ما عندنا شغل، متسلى بلد فاضي وتمديد وكذا وحكومة أنجع عم تشتغل، نرجع نفتح حكومة رئيس مئاتي. أما ميسائية بسمنة وميسائية بزيت مش ظابطة، طلعوا منها، تصبحوا على خير.